علشان تفهم الوضع الحاصل الحين في غزة، من الضروري أن تراجع كافة منصات التواصل الاجتماعي وتراجع حسابات المؤثرين بكل تجرد. بدون حسابات، الأكل والمطبخ هو أفضل طريقة لإنقاص الوزن وفوائد السفر وتكبير المؤتمرات الحائزة على جوائز سوبر غريبة. هذا ما قلته في الفيديو السابق، لذلك وجب التوضيح قبل أن ندخل في عمق الموضوع اللي راح أنوي أتحدث عنه اليوم. وقبل ذلك، نسأل الله الرحمة لشهداء وضحايا مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بالأمس، وضحايا كافة الإرهاب الإسرائيلي من مدنيين وأطقم طبية ونساء وشيوخ وأطفال ومسلمين ومسيحيين. أنا فهد التميمي في فنجان جديد من قهوة فنجان. جهز فنجان شاي أو قهوة حسب الرغبة، ونظرا للظروف الحالية فعملية طوفان الأقصى تحتم التغطية اليومية، لكن عبر وجهة نظر إعلامية. ومرحبا بكم. في البداية، أول حاجة عملتها أني حذفت كافة حسابات قناة المجد في مواقع التواصل الاجتماعي من الظهور أمامي، لأنه رغم مرور أسبوعين من الأحداث ما شفت منهم حتى دعاء بالغلط. هذا الأمر عملته أيضا لكل متأسلم يمر علي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من يمارس الحياد السلبي في سلطنة عمان. مثلا، عدد من نصابي التنمية البشرية لا يزالون يمارسون علينا تصبيحة الخير وخزعبلات الطاقة الإيجابية، متناسين أو ناسين مأساة غزة. بعد حذف السلبيين والمتصهينين، بحثت عن محمد صلاح وقصة خسارته، أكثر من 1,000,000 متابع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والأسباب وراء ذلك. حسنا، الحياد نوعان: حياد سلبي يسمح للفاعلين الحقيقيين بالتحرك وباستغلال النكوص الرسمي، وحياد إيجابي يسعى إلى الفعل والتغيير والمبادرة لتبديل موازين القوى وفق مصالح الوطن الصغير والكبير. لا تزال دولنا ضمن مقولة الحياد السلبي، ولا تزال الدول الإقليمية الكبرى تستغله وتستثمره في تغيير الجغرافيات والسرديات التاريخية، ودائما التاريخ يكتبه المنتصر. للأسف، محمد صلاح اختار الحياد السلبي، وأقول اختاره ولم يتم فرضه عليه، لأنه كان في الموقف الأقوى، أحد أهم الأسماء في كرة القدم، ويحظى بحب جماهير ناديه ليفربول، وساهم في تعزيز الصورة النمطية الإيجابية للمسلمين ودحر الإسلاموفوبيا على الأقل في المدينة الساحلية الإنجليزية ليفربول، ويدعمه قرابة 400 مليون عربي ومليار مسلم. محمد صلاح عبارة عن سوق ترويجي متحرك، لا أحد يجرؤ على المساس به، لكنه فضل الحياد السلبي. لكن لماذا؟ الإجابة تكمن في التعود على النعم. محمد صلاح تعود على نعمة الشهرة والأضواء، وبدأ شيئا فشيئا يبتعد عن الواقع الذي قدم منه، وبدأ يفقد التفاعل مع محيطه الشعبي بين قوسين لصالح المحيط التسويقي. باختصار، محمد صلاح أصبح قابل للتسليع، وربما سيغضب الكثير من طرحي، وخصوصا جوقة إبراهيم عيسى وأحمد موسى والذين يتبنون الرواية الصهيونية بين قوسين والمعتمدة أساسا على شيطنة الأخوان المسلمين في الإعلام العربي. وتناسل كل أن الأمر سيضر الجميع إن تمت تصفية غزة وتهجير أهلها. محمد صلاح كان ورقة ضغط مهمة في كسب تعاطف الشعوب الغربية في معركتنا ضد الدعاية الصهيونية. من تابع لقاء باسم يوسف وقبله محمد حجاب مع بوريس مورغان، يدرك أهمية وجود آلة إعلامية محترفة تكون بجانب وسائل الإعلام العربية التقليدية وتجابه العدو الصهيوني في معركة الشيطنة. عزيزي وصديقي، الحروب الحالية والمستقبلية لا يتم الفوز بها بالرصاص والصواريخ، بل بالإعلام والغزو الفكري. هذا الأمر أدركته فصائل المقاومة الفلسطينية، ولذلك كان على محمد صلاح أن يتخلى عن الحيادية السلبية. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تبحث عن من يمارس الحياد السلبي، حتى لو كان من المشاهير والمؤثرين. ومثل ما كورونا غير لنا أولوياتنا، أتمنى أن طوفان الأقصى يبيد لنا مشاهير الغفلة. رحمة الله على شهداء غزة. اللهم آمين.